أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تأخذ مداها في التقدم والريادة وتنفتح على آفاق رحبة من النهوض الشامل. وأشارت معاليها خلال اللقاء السنوي للموظفين بمناسبة ختام الفصل التشريعي الخامس والذي نظمته الأمانة العامة للمجلس، أشارت إلى أن السلطة التشريعية سخرت كافة إمكانياتها لتعزيز ودعم القيم الديمقراطية وتحقيق مصالح الشعب طوال عقدين مزهرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي. وأضافت معاليها إلى أن مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الخامس حقق العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية بالتعاون والتنسيق مع مجلس الشورى الموقر والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن خالص شكرها وتقديرها لأصحاب السعادة النواب على الجهود الرائعة والمميزة التي بذلوها خلال الفصل التشريعي الخامس، مثمنة دور الأمانة العامة لمجلس النواب في دعم ومساندة النواب في أداء عملهم والحرص على العمل بمهنية ودقة وبروح الفريق الواحد وتحمل المسؤولية والحرص البالغ من الجميع والتفاني في دعم وإنجاح العمل البرلماني بمملكة البحرين. انتهاء الفصل التشريعي الخامس، اليوم سوينا لقاء مع الأمانة العامة وموظفيها، ونشكر معالي رئيسة المجلس الموقرة على اليوم تكريمها للموظفين، موظفي الأمانة العامة الذين قضوا 20 سنة. لأول مرة تحدث هذه التكريم لمدة 20 سنة لبعض الموظفين الأمانة العامة، وكذلك تم تكريم الموظفين الذين قضوا 15 و10 و5 سنوات. نشكر معاليها ونشكر أصحاب السعادة النواب اللي حضروا اليوم هذا الاحتفال وهذا الملتقى، والشكر موصول لجميع موظفي الأمانة العامة صراحة على جهودهم الجبارة اللي يعني قاموا بها خلال الفصول التشريعية الخامسة اللي طافت. حبينا نشكر معالي رئيسة مجلس النواب معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، سعادة الأمين العام السيد راشد محمد بنجمة على جميع ما قدموا إلينا من دعم ومساندة طوال فترة العمل، ونعاهدكم بتقديم المزيد مواصلة العمل على أكمل وجه إن شاء الله. شرفنا أنا أكون من ضمن المكرمين الحصول على مكافأة مدة الخدمة 20 سنة، وهاي لي الشرف أن أنا أكون من ضمن هاي المكرمين، والحمد لله خلال هاي الفترة فترة عملي في المجلس اكتسبت الخبرة والمهارة، وأنا كلي فخر أن أنا من ضمن الموظفين اللي اشتغلوا 20 سنة في المجلس.